الثانية عشرة ظهرا العاشرة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع يارا مجدي. لك يارا. شكرا لك لما، وأهلا بكم مشاهدينا. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. وفي مستهل جولته بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال مدبولي إن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. وخلال الجولة شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز اللوجستي لشركة مرسيدس بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يعد هذا المشروع أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بوجودها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيدا لطرحها في السوق المحلية. وخلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركة السويد الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال زيارته للمصنع تابع رئيس الوزراء مختلف مراحل التصنيع التي تتم ومعايير الجودة في المنتجات، كما أجرى حوارا مع أحد العمال للاطمئنان إلى الأوضاع الخاصة بهم، حيث تطرق لسبل انتقالهم اليومي وعدد ساعات العمل الفعلية والخدمات التي توفرها الشركة لهم. قالت هيتسون بورتس، وحدة الموانئ التابعة لشركة سي كي هيتسون هولدينجز، إنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين رئيسيين، يرتفع إجمالي استثماراتها في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار. أضافت هيتسون بورتس أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر في رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الإسكندرية على البحر المتوسط. أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مصر لديها إمكانات واعدة لتكون دولة اقتصادية عظيمة، وأكد الجدعان أن مصر لديها الموارد الكبيرة وعدد السكان بما يمكنها لتكون أمة وبلدا واقتصادا عظيما. في إطار مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية للطلبة. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية،
حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا اهالي نفسينا يحتاجوا مننا ان احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبه قرب حلول شهر رمضان. فاحنا جينا النهارده متواجدين معاهم، عملنا معرض كبير جدا لمبادره كلنا واحد. المعرض متواجد فيه اكثر من 500 طن مواد غذائيه، من السكر والارز والدقيق والزيوت وجميع ويميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. انا حابه اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله، واحب اشكر الجيش والشرطه ان هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الازمه، ودلوقتي العريش بقت احسن من الاول بكتير، مفيش خوف مفيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده، جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الريس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الريس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا، ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافس امان خدمت شمال سيناء تمام باقل الاسعار، ومنافس جميله وباسعار كويسه جدا جدا جدا. تضم القافله سيارات الخدمات الشرطيه المتنوعه لاتاحه الفرصه لسكان اهالي شمال سيناء لاستخراج الاوراق الثبوتيه وتراخيص السيارات. انا اتفاجأت والله بيها النهارده، وانبسطت جدا اول ما شفت العربيه دي ان هي دي بقى متنقله في كل مكان، ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدميه والغذائيه على العريش، بل امتدت الى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت اليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينه ويتحرك الجميع بحريه وامان. جيت النهارده علشان خاطر اعمل بطاعه الي، والتسهيلات حلوه والحمد لله، والشرطه معانا وخدمتنا بالنسبه للتصوير السريع والقطاع الفوريه. الشيخ زويد جايه عشان اعمل بطاقه عائليه، شكرا للوزاره الداخليه اللي جايه لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا. عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهارده في امان وفي خير وفي كل حاجه متوفره، وبنشكر سياده الرئيس على المبادره دي، يعني بترفع ناس كثيره خصوصا ان احنا داخلين على رمضان. في ايدين تحمي وايدين تبني، وايدين صنعت وايدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي المصريه وياما فرعت. تضمنت القوافل زياره قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة جم ضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، اتنين تلاتة أربعة،
واهاليهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبه بتنتظم في الدراسه. ماما وبابا بيأملوني عشان دلوقتي بقى خلاص في امان، بقيت انزل اشتري اي حاجه لوحدي، بقيت دلوقتي اروح المدرسه لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في امان في العريش. بنعرف اطفالنا انه يعني ايه الشهيد، يعني ايه التضحيه اللي هو عملها، بنعرفهم باسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الامان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كاطفال وليهم بعد كده في المستقبل باذن الله. في تضحيات تمت من الدوله، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحاره فيها عاشر كل واحد، عاش محمد ويا جرجس ويا ساره، مصر هي البوصله دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجه لك. يا بلادي روحي فداليكي، اقدم حضارات كانت فيكي. كما توجهت القوافل الى جامعه العريش لاستخراج مصدرات قطاع الاحوال المدنيه للطلبه. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي واحسن كمان، يعني الاول ما كناش بنطلع ولا بنجيب اي حاجه ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا احسن من الاول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعه، بنمارس حياتنا الطبيعيه بشكل مستقر، وحاسين بالامان عن زمان كتير قوي. تعود الحياه الى طبيعتها وسيرتها الاولى، الخدمات تقدم بصوره ميسره، بخاصه الخدمات الشرطيه الجماهيريه، حيث اثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال، وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمود عبد الراضي الكاتب الصحفي. أستاذ محمود برحب بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. يعني مبادرة كلنا واحد تعد من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. أهمية هذه المبادرة خاصة أنها متعددة الفعاليات ودورها الكبير في تقديم الخدمات أو رفع العبء عن كاهل المواطنين. تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. فعلا مبادره كلنا واحد هي من اهم المبادرات الانسانيه اللي اطلقتها وزاره الداخليه اللي تندرج تحت العمل الامني الانساني، لان البعض بيعتقد بالخطا ان دور وزاره الداخليه في مكافحه الجريمه وخلق اجواء امن المواطنين فقط، ولكن دور وزاره الداخليه بيتخطى ذلك وصولا للامن الانساني. وزاره الداخليه اطلقت مبادره كلنا واحد تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعددت مراحل هذه المبادره. المبادره بتوفر الاغذيه للناس احيانا، بتوفر خدمات للمواطنين، بتقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن والمرضى، بترسم البسمه على وجوه الايتام وتفك كرب الغارمين. تتعدد اوجه هذه المبادره، الهدف منها والقاسم المشترك في جميع مراحل هذه المبادره هي تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين واعاده رسم البسمه على وجوه المواطنين في مختلف المحافظات ومختلف الاماكن ومختلف الفئات العمريه ومختلف الانتماءات. نعم، يعني كيف ترى تعدد هذه الفعاليات، يعني قوافل خدميه، بيع منتجات غذائيه وغير غذائيه، وزيارات للمدارس، هذا التشابك في الخدمات المقدمه من خلال هذه المبادره؟ يعني وزارة الداخلية بتستغل وجود قطاعات هامة عندها، سواء قطاعات الاستثمار ومنظومة أمان، ومن ثم بتوفر كميات كبيرة من أطنان
من السلع الغذائية، السلع الغذائية اللي بيحتاج لها أي بيت مصري، خاصة السلع الاستراتيجية، بنتكلم عن الأرز والسكر واللحوم بأسعار مخفضة في ظل لجوء بعض التجار للجشعيل لرفع الأسعار مستغلين الأزمات العالمية اللي بيمر بها العالم كله. لكن وزارة الداخلية طول عما بتتدخل من خلال قطاعاتها المهمة ومن خلال الاتفاق مع بعض السلاسل التجارية الأخرى، وبتوفر سلع غذائية على مدار 24 ساعة في كافة المحافظات. هذه السلع بتمتاز حضرتك بحاجتين، بانخفاض أسعارها وارتفاع جودتها. كمان وزارة الداخلية بدأت أيضا تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين، خدمات متطورة بشكل يتفق مع الجمهورية الجديدة. هذه الخدمات بتصل لحد البيت، بتشوف سيارات الأحوال المدنية بتصل للقرى والنجوع والأماكن العمرانية الجديدة والأماكن الأولى بالرعاية، والمواطن بيستطيع يستخرج كل الورق اللي هو بيحتاجه من خلال هذه السيارات المتحركة. بنشوف عربيات الأحوال المدنية، عربيات المرور المتنقلة. أصبح المواطن ما بيروحش للموقع الشرطي الخدمي، ولكن الموقع الشرطي الخدمي بينتقل له بنفس الأسعار بسهولة في وقت وزمن قليل جدا. أصبحنا يعني لا نرى مشاهد الطوابير ومشاهد الزحام، وأصبح المواطن دلوقتي بطاقة الرقم القومي بيحصل عليها خلال 20 دقيقة، وده وفر يعني جهد ووقت كبير على المواطنين، وده كله يعني في إطار وحرص وزارة الداخلية على يعني الارتقاء بخدماتها والارتقاء بما تقدمه للمواطن. بالتأكيد. أستاذ محمود عبد الراضي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. وتتواصل فعاليات مبادرة وطن واحد تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية في جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي وسط تفاعل كبير من الأهالي. وانتقلت المبادرة لعدد من التجمعات البدوية في جنوب سيناء، حيث تم توزيع آلاف الأطنان من المواد الغذائية على سكان تلك القرى، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات والاستشارات الصحية من خلال القافلة الصحية التابعة للمبادرة. زميل عوض الغنام ينضم إلينا من مدينة دهب بجنوب سيناء. عوض، يعني تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة وطن واحد، فما الذي يجري تحديدا من خلال هذه المبادرة؟ نعم، لما خالص التحية. تتعدد المبادرات الاجتماعية المهمة للغاية، لكن المستفيد الأعظم منها واحد، هو المواطن المصري أينما حل وأينما ذهب وأينما تواجد. ولكن الأهم حينما نتحدث عن هذا المواطن الموجود عند أطراف الدولة المصرية، وتحديدا عند حدود الدولة المصرية، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، هذه المبادرة الوطنية وطن واحد التي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية ليست فقط في جنوب سيناء، ولكن في توقيت واحد تنتشر في كل ربوع مصر. الآن وأنا معك على الهواء هناك قافلة عند الحدود الجنوبية، وهناك أيضا قافلة في شمال سيناء. نحن الآن في جنوب سيناء عن كثب نتابع هذه القافلة، والأهم هو شعارها الذي يتضمن معنى عظيم، أن كل المصريين سواسية في احتضان مؤسسات الدولة المصرية. انطلقت هذه القافلة عند فجر أمس، رافقناها لحظة بلحظة في كل المدن والنجوع والقرى والوديان، وبدأنا في أبو زنيمة حيث تم توزيع عدد كبير من الكراتين الخاصة بالدعم الاجتماعي، ونحن على قرب أيام من شهر رمضان الكريم. ثم بعد ذلك كانت هناك قافلة صحية من نخبة من أفضل الأطباء في مصر الذين حضروا وجاءوا متطوعين، وهذه الصورة التي تظهر خلفي تعكس نموذج مشرف لهؤلاء الشباب من أبطال مصر الذين جاءوا في هذه القافلة نرافقهم لحظة بلحظة. نحن الآن عند محطة مهمة وهي مدينة دهب، حيث نتحدث عن جنوب شرق مصر على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الشرقية للدولة المصرية. سيتنقلون معنا أو سنتنقل بالأحرى معهم في كل مكان هنا في دهب ليقدمون هذه التوعية ويقدمون هذه الخدمة الصحية مجانا. هذه السيارات التي تظهر في الخلف معك لما هي سيارات محملة بالأدوية، كل أنواع الأدوية والاستشارات مجانية، يتم الكشف عليهم داخل المستشفى هنا في دهب، ثم يخرج المواطن للحصول على الروشتة الخاصة بالأدوية. لكن يبقى السؤال الأهم، ما هو مجلس القبائل والعائلات المصرية وما الذي يقدمه من خدمات
خدمات مهمة. اسمحي لي أن أطرح هذا السؤال على ضيفي الكريم الذي يشرفني الآن، الشيخ كامل مطر، هو رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية. كنت أتحدث معه قبل الهواء، لماذا القبائل قبل العائلات؟ طبعا أنا برحب بسيادتك على أرض سيناء الحبيبة، وهخش معاك في الموضوع على طول. طبعا ما فيش شك أنه مجلس القبائل والعائلات المصرية هو كيان اجتماعي توعوي يعمل من أجل دعم مؤسسات الدولة ودعم المواطنين في كل أوجه العمل الاجتماعي والتنموي. في الحقيقة طبعا من الدور الكبير جدا اللي بيقوم به مجلس القبائل في الآونة الأخيرة، وخصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلد من خلال ظروف أو في إطار ظروف عالمية، فكان يتوجب علينا كمجلس القبائل والعائلات المصرية أن نكون مشاركين فاعلين في دعم الدولة ودعم مؤسسات الدولة، وأيضا دعم جميع المواطنين على مستوى كل محافظات مصر. وأنا لو تحدثت مع سيادتك وقلت لك إن إحنا جهزنا عدة مبادرات على التوازي، أولا مبادرة أسوان بما فيها من مواد غذائية، وأيضا مساعدات طبية ودكاترة على أعلى مستوى، أيضا بالتوازي مبادرة جنوب سيناء اللي احنا فيها الآن، بالإضافة إلى مبادرة شمال سيناء. وإن شاء الله يعني هنتوقف ونبدأ من يوم الأحد عدة مبادرات إن شاء الله، ومستمرين حتى نهاية شهر رمضان، وما بعد رمضان إن شاء الله سنقدم الكثير والكثير. نحن كأبناء مجلس القبائل والعائلات المصرية بنوعد كل إخواننا أعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية، وأيضا كل الشعب المصري، أن نحن كمجلس يعمل بالعمل الاجتماعي والتنموي والتوعوي لن نتوانى لحظة في خدمة جميع أخواننا على مستوى ربوع الجمهورية. شكرا شيخ. شكرا. لما كما تحدث معنا ضيفي الكريم، بالفعل هذه مبادرة مهمة للغاية، بات للعائلات والقبائل في مصر دور كبير وليس دورا مهمشا كما كان في السابق، هذا الدور لأنهم قريبين للغاية من الناس، وهذا ما استلهمناه من خلال المتابعة الخاصة لفريق إكسترا نيوز بين الأمس حتى اليوم. هناك احتضان كبير وهناك حفاوة بالغة حتى من الأهالي والناس هنا في الوديان وكل النجوع والقرى لهذا الوفد، ويطلبون بتكرار هذه المبادرات فيما هو قادم من سابق الأيام، وهو ما سيحدث بالفعل. لدينا مبادرة مؤثرة كل الأذهان والأفئدة ستنتظر أو ستنطلق إليها وتتوجه إليها غدا، مبادرة كتف بكتف برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانطلاق الأول لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع تم من هنا من جنوب سيناء. في الخدمات الإخبارية القادمة سيكون لدينا جديد حول طبيعة هذه المبادرة وطن واحد. عودة إليك لما سنتواصل معك بالطبع. يعني عوض الملفت أيضا من خلال مبادرة وطن واحد، على الرغم من أنها يعني خرجت من تحت مظلة مجلس القبائل والعائلات المصرية في جنوب سيناء، ولكن هي تمتد يعني حسب طبعا تصريحات ضيفك الكريم إلى أسوان، فيعني شيء ملفت جدا. عوض سنتابع معك كل جديد من دهب. عوض الغنام من مدينة دهب جنوب سيناء. شكرا عوض. ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ينظم غدا الجمعة فعالية جماهيرية كبرى بعنوان كتف في كتف. يأتي ذلك احتفالا بألاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. وتعد مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل أنحاء الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. نتابع المزيد في هذا العرض مع الزميل كريم حد.
أهلا بكم. تنطلق احتفالية مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، حيث تهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. تستهدف مبادرة كتف في كتف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً. تعد مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى كل المحافظات وصولاً إلى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى اختلاف مكوناتها، وقد تم ذلك من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى التحالف والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل ومنع ازدواجية المنفعة. جاء مسمى كتف في كتف من خلال الشعور بالمسؤولية من كل المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض، إذ إن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص. فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة كتف في كتف اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات للمناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة، حيث انطلقت أولى فعاليات المبادرة في 10 مارس ب16 محافظة. ووفقا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبلغ عدد المستفيدين نحو 25 مليون مواطن. ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسعى الأكثر استحقاقا من دون استثناء في السنوات القادمة. مشاهدينا، لقد زادت فعالية العمل الأهلي بفضل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة، بل امتد أيضا إلى توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة. تنطلق غدا الجمعة في استاد القاهرة احتفالية مبادرة كتف في كتف بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل التنموي. المزيد في العرض التالي.
شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي First Genome Day احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ويعد مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، ويعد طفرة علمية هائلة لرسم خريطة جينية مرجعية لعلاج الأمراض المختلفة. شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي First Genome Day احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومينا العالمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكداً أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة. كما أشار الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة، منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم، ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر. وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضاً لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية. حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة. أكد السفير الألماني في مصر فرانك هارتمان للأهرام ويكلي أن التعليم هو أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر وألمانيا. أشار السفير الألماني إلى أن مصر وألمانيا تتعاونان بمشروع 100 مدرسة، وهو برنامج حول بناء القدرات للمدارس الابتدائية والثانوية من خلال دعم تحسين جودة التعليم. وأكد هارتمان وجود رغبة مشتركة بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتعزيز التعاون. أكد الكرملين أن روسيا ستسعى للحصول على حطام المسيرة الأمريكية إذا كان ذلك ضروريا لأمنها القومية. وأشار الكرملين إلى وجود اتصالات مع الولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي أثناء إسقاط المسيرة. وعبر الكرملين عن أسفه لرغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى حلف الناتو، مؤكدا أن روسيا لم تشكل تهديدا لهما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزيرها سيرجي شويغو أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن تزايد النشاط الاستخباراتي الأمريكي ضد روسيا أدى إلى حادثة المسيرة. حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنها سترد بشكل متناسب على أي استفزاز أمريكي في المستقبل. وأضافت الوزارة أن تحليق طائرات مسيرة أمريكية قبالة سواحل القرم هو حدث ذو طبيعة استفزازية وقد يهيئ الأجواء لتصعيد الأوضاع في منطقة البحر الأسود. تجري بولندا محادثات مع سلوفاكيا بشأن نقل طائرات مقاتلة من طراز ماك 29 إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع البولندي إن الخطة هي نقل الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية من خلال تحالف أوسع من الدول. وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء البولندي أن تسليم الطائرات يمكنه أن يتم في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة. منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتسارعت العديد من الدول الغربية إلى تعزيز قواتها المسلحة، ما أطلق سباق تسلح عالمي خاصة من جانب القوى الكبرى. نتابع المزيد في العرض التالي مع الزميلة نانسي نور. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم.
بعد أن أدرك العالم أهمية أن تمتلك الدول القوة العسكرية التي تحافظ على سيادتها واستقلالها وتؤمن مقدراتها وثرواتها، وفي ظل العديد من الأزمات خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلق في العالم سباق تسلح محموم خاصة من جانب القوى الكبرى والتحالفات الإقليمية المختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت هذا السباق من خلال مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة. هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول تعويض ما تم مد أوكرانيا به من عتاد وذخائر، إلى جانب الحفاظ على قدرة مواصلة إمداد كييف بما تحتاجه مستقبلا، في ظل أن أمد الأزمة مرشح للتواصل. الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم للكونغرس ميزانية للدفاع هي الأكبر في وقت السلم في تاريخ البلاد، حيث تبلغ هذه الميزانية 886 مليار دولار بزيادة قدرها 28 مليار دولار عن سابقتها. وتضمنت هذه الميزانية أكبر مخصصات للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة رواتب القوات بنسبة 5.2%. على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، ورغم ارتفاع نسب التضخم في بريطانيا بشكل غير مسبوق، أعلنت لندن نيتها إنفاق 5 مليارات جنيه استرليني خلال عامين في مجال الدفاع، مع تخصيص 1 مليار جنيه استرليني لإنشاء صندوق متكامل للأمن. هذا إلى جانب سعي الحكومة لرفع ميزانيتها الدفاعية لتصبح بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبعد تصريح صادم للغاية من وزير الدفاع الألماني الذي أقر أن الجيش الوطني غير قادر على الدفاع عن البلاد بسبب ضعف المخصصات المالية والنقص الكبير في أعداد القوات، قررت الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو العام المقبل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده خصصت 400 مليار يورو للإنفاق العسكري بين عامي 2024 و2030، معتبرا أن هذه الميزانية هي برنامج تحول لإعداد الجيش الفرنسي لمواجهة أي صراعات محتمل نشوبها مستقبلا. اليابان وفي تحرك يخالف تماما سياستها الدفاعية التي تتبناها منذ الحرب العالمية الثانية، قررت زيادة ميزانيتها إلى أكثر من 100 مليار دولار، كما قررت طوكيو شراء كميات من صواريخ توماهوك الأمريكية ذات القدرات المتقدمة. أما أستراليا هي الأخرى، قررت زيادة إنفاقها العسكري بنحو 27 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة عدد قواتها العسكرية بنحو 30% بحلول عام 2040، كما أبرمت مع بريطانيا وأمريكا اتفاقا بقيمة 245 مليار دولار على مدى 30 عاما لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية. إذن مشاهدينا الكرام، ما كان هذا عرضا لأبرز تحركات الدول لزيادة قدراتها الدفاعية وإمكانياتها العسكرية. شكرا لحضراتكم. شهدت بريطانيا إضرابات واسعة في العديد من القطاعات الحكومية ومظاهرات حاشدة احتجاجا على مستوى المعيشة وللمطالبة برفع الأجور. هذا وتوقف عن العمل موظفون في القطاع العام ومعلمون وسائقون في مترو لندن وأطباء ومسعفون بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة التي تتفاقم يوما تلو الآخر. يوم آخر شهدته بريطانيا من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة تدني الأجور وغلاء المعيشة، في ظل معاناة المواطنين من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد عن 10%، حيث شارك مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء في تحرك اجتماعي شل مرافق الدولة البريطانية، وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب لتواكب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، فضلا عن المطالبة بتحسين ظروف العمل.
وشهدت العاصمة لندن عرقلة لحركة النقل والمواصلات على نطاق واسع بسبب الإضراب، حيث واجه المسافرون في لندن تأخيرات طويلة، فيما زاد عدد الاختناقات المرورية في العاصمة بشكل ملحوظ. وبحسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فإن الأجور في بريطانيا تراجعت بنسبة 3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان، الذي تسبب في أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في أنحاء بريطانيا. وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة قريبا من أعلى معدل له منذ 4 عقود، على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة بعد عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولتأتي تلك الإضرابات العمالية لتزيد معاناة الاقتصاد البريطاني، الذي رغم تأكيد وزير المالية جيريمي هانت أن بلاده ستتجنب حالة الركود، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن لندن ستكون هذا العام الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يعاني من الركود. أظهر تحقيق أجرته صحيفة إندبندنت استخدام أكثر من 1 مليار جنيه استرليني من أموال دفع الضرائب في المملكة المتحدة لتمويل آلاف الدورات التدريبية لكبار المديرين التنفيذيين، والتي تعادل درجة ماجستير لكنها تحمل اسم تدريب مهني. أضافت الصحيفة أن أكثر من 55,000 مدير تنفيذي من 100 الشركات الكبيرة قد تلقى تمويلا بنسبة 100% للحصول على معيارين مهنيين من مستوى الدراسات العليا، هما المحاسبة أو التدريب المهني الضريبي وتدريب قادة رئيسيين. وأبرزت الصحيفة حجم فضيحة خسارة الشباب الفرص للتطور المهني، لأن الشركات تستخدم ضريبة التدريب المهني من أجل تمويل تدريب مديرين تنفيذيين، والتي تعد أسوأ ب3 مرات عما كان متوقعا. صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد. كان رئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد أكد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ضرورة موافقة الجمعية الوطنية على القانون الذي يعد مصدر خلاف بين الحكومة ونقابات العمالية. أوضح تقرير رصده مركز معلومات مجلس الوزراء عن وكالة فيتش أن مصر تعد موطنا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج. وتظهر توقعات الوكالة أن الدولة المصرية لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نمواً قوياً من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مضيفة أن مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية ستشهد أقوى نمو في خلال فترة 2022-2032 مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر. أشار بنك كريدي سويس لاتخاذه إجراء حاسما لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 54 مليار دولار. هذا وشهدت القيمة السوقية للبنك السويسري انخفاضات شديدة هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين، بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى نقاط ضعف جوهرية في الضوابط الداخلية.
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 85 سنتا إلى 74.54 دولار للبرميل، وزادت العقود الأجلة للخام الأمريكي 74 سنتا إلى 68.35 دولار للبرميل. مع أبرز أخبار الرياضة، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون قادمة من جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق القطن غدا الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. اختتم الفريق تدريباته في جنوب أفريقيا بقيادة مارسيل كولر الذي أكد أهمية المباراة وضرورة تحقيق الانتصار فيها. أدى فريق الزمالك أول تدريب له في الجزائر استعدادا لمباراة شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يؤدي الفريق اليوم المران الختامي على استاد 5 يوليو في العاصمة الجزائر. أعيد انتخاب إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلال الجمعية العمومية 73 في كيغالي، وعد بإيرادات قياسية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة تصل إلى 11 مليار دولار. ولم يترشح أي شخص لمنافسة إنفانتينو لتصبح عملية انتخابه مجرد إجراء شكلية، حتى لو لم يكن يتمتع بشعبية بين عدد من الاتحادات والأعضاء. أكد إنفانتينو وصول إيرادات الفيفا إلى مستوى قياسي في الفترة من 2019 ل 2022، لكنه وعد بزيادة الإيرادات نتيجة زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات وإقامة النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريق. تقام غدا الجمعة قرعة الدور الربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية. تمكنت 8 أندية من حجز مقعد لها في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان ونابولي الإيطاليين. ومن المنتظر أن تقام مباريات ذهاب دور الربع النهائي على يومي 11 و 12 من أبريل المقبل، بينما تقام مباريات العودة على يومين 18 و 19 من الشهر نفسه. رد سباليتي مدرب نابولي على إشادة غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بفريقه، كاشفا عما وصفه باللعبة الصغيرة التي يعرفها الجميع. وقال غوارديولا عن نابولي انه الفريق الافضل في اوروبا هذا العام من حيث اسلوب اللعب. ورد سباليتي بحسب ما نقلت صحيفة ماركا الاسبانية بانه لا يشعر بالفخر من تلك الكلمات، وان ما يفعله مدرب المان سيتي هو لعبة لوضع الضغط على الاخرين ولن يخدع فريقه بها. أصيب عدد من الأشخاص بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وجماهير فريق انتراخت فرانكفورت الألماني في مدينة نابولي، وذلك قبل لقاء فرانكفورت ونابولي في إياب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا. قامت جماهير الفريق الألماني بإضرام النيران في العديد من السيارات، منها سيارة للشرطة. اشتباكات عنيفة وإحراق سيارات للشرطة وأعمال شغب شهدتها مدينة نابولي الإيطالية قام بها جمهور فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي سافر إلى المدينة لحضور مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الحظر المفروض على بيع التذاكر للمقيمين في مدينة فرانكفورت. السلطات الإيطالية استبقت المباراة بفرض حظر على بيع التذاكر لفريق أينتراخت الألماني خشية اندلاع أعمال شغب وحدوث انفلات أمني،
كما قررت السلطات المحلية في مدينة نابولي منع أي شخص من ألمانيا من شراء التذاكر لحضور مباراة الإياب بين الفريقين في الشامبيونز ليج، إلا أن جمهور أينتراخت وجد طريقة يحتال بها على الإجراءات الأمنية للوصول إلى المدينة، وذلك بمساعدة من جماهير نادي أتلانتا الإيطالي الفريق المنتمي إلى مدينة بيرجامو ويجمعه عداء مع فريق نابولي. وبحسب تقارير إعلامية فقد تحايل أعضاء ألتراس أتلانتا على حظر جماهير أينتراخت فرانكفورت من حضور المباراة وقاموا بشراء التذاكر لأجلهم، واندلعت الاشتباكات العنيفة التي كانت تخشاها السلطات، وقام جمهور أينتراخت برفقة ألتراس أتلانتا بإشعال النيران في العديد من السيارات منها سيارة للشرطة، كما طالت الاشتباكات تدمير عدد من المقاهي بالإضافة إلى إطلاق مجموعة كبيرة من الألعاب النارية في شوارع المدينة الواقعة جنوبي إيطاليا. وكان مشجعو الفريق الإيطالي قد تعرضوا لهجوم في مدينة فرانكفورت الألمانية على هامش مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في 21 من فبراير الماضي، وانتهت بفوز نابولي بهدفين دون رد. يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي اليوم نظيره سبورتينغ لشبونة في إياب دوري 16 لبطولة الدوري الأوروبية، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة أكد المدير الفني لأرسنال أهمية المباراة بالرغم من تصدر فريقه للدوري الإنجليزي، مشددا على أهمية فوز فريقه بالبطولتين. سيكافح فريق سبورتينغ لشبونة للفوز أيضا ولو بهدف واحد أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزية وخطف بطاقة الصعود من الإمارات لتحقيق مفاجأة كروية والصعود للدور التالي على حساب المدفعية، وحسم التعادل الإيجابي بهدفي لمثلهما مواجهة الذهاب، حيث سيحاول الفريق البرتغالي تحقيق المفاجأة بإقصاء أرسنال وقطع تذكرة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية. يواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال بيتيس في إياب دوري 16 على ملعب بينيتو في مارينا في بطولة الدوري الأوروبي، ووضع نادي مانشستر يونايتد قدما في ربع نهائي البطولة بالفوز على ريال بيتيس في ملعبه بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب. علق إيريك تينهاج مدرب مانشستر يونايتد على عدة ملفات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة ريال بيتيس في إياب ثمن النهائي للدوري الأوروبي. استهل تينهاج المؤتمر بالحديث عن أليخاندرو جراناتشو حيث أكد أن إصابته خطيرة ويحتاج إلى أسابيع للتعافي، وعن جدول مانشستر يونايتد المزدحم أكد تينهاج أن لاعبيه قادرون على التعافي بصورة جدية والفوز بجميع المباريات وكل الألقاب الممكنة. انطلقت في محافظة شمال سيناء مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصري. تستهدف القافلة توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان، فضلا عن إطلاق قوافل طبية في مختلف التخصصات. على العموم للمزيد ينضم إلينا من العريش مراسل أكسترا نيوز كريم رجب. كريم، المبادرات كثيرة طبعا بطبيعة الحال على مدار العام وبشكل أكثر تحديدا قبل شهر رمضان المبارك. وطن واحد، يعني اشرح لنا أكثر ما الذي يحدث عندك من قلب المشهد من العريش تحديدا، تفضل يا كريم.
نعم، يعني جميع مؤسسات الدولة تتسابق من أجل إطلاق العديد من المبادرات لتنطلق نحو المحافظات المختلفة، ولا سيما المحافظات الحدودية أيضا، وذلك في إطار مبادرة وطن واحد. هذه المبادرة التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك في أو بالتعاون مع بعض الجهات مثل رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام. وهذه المبادرة بتستهدف تقديم يد العون لجميع الأسر الأكثر احتياجا، سواء على المستوى الصحي أو الطبي وإجراء العمليات المختلفة أو حتى تقديم المساعدات الغذائية. لكن سنقترب من تفاصيل هذه الصورة بشكل أكثر وبشكل أوضح من خلال هذا اللقاء مع الدكتور كريم سلام، وهو عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية. بنرحب بحضرتك دكتور كريم. يعني ماذا يحدث الآن هنا في مدينة العريش؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنرحب بيكم في شمال سيناء وفي العريش تحديدا. احنا النهاردة بفضل الله عاملين منظمين قافلة طبية مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري ورئاسة مجلس الوزراء. القافلة طبية غذائية تنموية، بمعنى انه احنا دلوقتي حاليا في الوقت الحالي، يمكن حضرتك كنت موجود في مستشفى العريش، في اكتر من 23 تخصص و37 دكتور من جامعة المنوفية بيقوموا بعمل كامل لعمليات جراحية وكشوفات وعدسات وأدوية وأطراف صناعية لكل من يعني يستحق مجانا. احنا بالتزامن النهاردة مع القافلة الطبية اللي موجودة، احنا كمان مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري بيقدم 5000 عبوة غذائية لشمال سيناء، الشيخ زويد، العريش، بئر العبد. على مدار طبعا المواد الغذائيه وهذه يعني المواد التي يتم يعني ضخها اليوم في مدينه العريش ستنطلق الى كافه ارجاء المحافظه من قرى ونجوع مختلفه. هو بس انا عايز اوضح حته مهمه، المجلس القبائل مع بيت الزكاه وبنك الطعام بينطلق في ربوع الجمهوريه مش في العريش بس. يعني احنا الاسبوع اللي فات كان المجلس مع بيت الزكاه والصدقات في اسوان، كان موجود فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وكان بيغطي أكتر من 10,000 عبوة. مبارح إحنا كنا موجودين في جنوب سيناء قافلة كبيرة مع شركة فاركو وبيت الصدقات. النهاردة في شمال سيناء بير العبد، رفح، الشيخ زويد، العريش بنقدم 5,000 عبوة. مجلس القبائل والعائلات المصرية وبالتعاون مع بنك الطعام، و احنا لسه مستمرين، لا ده اول ولا اخر قافله، احنا مستمرين هنوصل ان شاء الله لكل بيت وكل ربوع الجمهوريه في محافظات مصر كلها باذن الله. ازاي بيتم التنسيق معاكم كمجلس للقبائل والعائلات المصريه؟ والله احنا بيكون في تنسيق بين المجلس والامانات اللي موجوده فيه مع الازهر وبنك الطعام او جمعيه رساله او المؤسسات والجمعيات الخيريه، هم بيقدموا لنا الدعم واحنا بنساعدهم فيه. احنا بننسق تنسيق كامل معاهم، بنوفر التنقل، بنوفر الاقامات، وبنوفر التنسيق اللي داخل المحافظات من توزيع او تصريح او يعني تنسيقات جوه المحافظات. هم بيساعدونا وبيقدموا لنا طبعا عبوات زي ما حضرتك شايف، واحنا كمان بنقدم عبوات، يعني بنساهم مع بعض مساهمه مشتركه عشان نوصل يعني كل الاسر المحتاجه او الاكثر احتياجا في ربوع الجمهورية. وكل محافظة تحديدا من المحافظات اللي بنوصلها بنحاول نوصل لكل جزء فيها او بنغطي كل شبر فيها من الحدود. من احنا النهاردة في سيناء، الاسبوع اللي فات كنا في اسوان، فهمني، لأبعد نقطة، وفي وادي العلاقي احنا كنا برضو الاسبوع اللي فات في وادي العلاقي، ودي حتة يعني يمكن كتير ما يسمعوش عنها، دي ابعد نقطة في الجمهورية. النهاردة برضو احنا في ابعد نقطة في شمال سيناء هنا، وبكرة في الشيخ زويد ان شاء الله، والقافلة ممتدة بكرة في الشيخ زويد قافلة الطبية والغذائية، بعد بكرة في بير العبد إن شاء الله قافلة الطبية والغذائية مستمرين، ولسه الأسبوع الجاي وعلى مدار الأسبوع اللي بعده إن شاء الله هنوصل كافة الربوع بتاعت الجمهورية بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور كريم سلام، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية. إذا يعني كما توضح الصورة أيضا أن يعني ما يتم الآن هو عملية نقل هذه الكراتين المعبأة بالمواد الغذائية المختلفة حتى تنطلق إلى كافة أرجاء محافظة شمال سيناء، سواء في القرى المختلفة وأبعد يعني والقرى البعيدة عن مدينة العريش. كل هذه المواد ستنتقل إليها عبر هذه السيارات التي يتم النقل إليها هذه الكراتين المعبأة
بقى بالمواد الغذائيه بواسطه ايضا يعني خلايا عمل من الشباب المتطوعين الذين يعملون في هذه المهمه حتى يتم ايصال مثل هذه المساعدات الى الاسر الاكثر احتياجا. وهذا يوضح ان يعني سيناء لا تزال وما زالت في بؤره اهتمامات القياده السياسيه. من العريش مراسل اكسترا نيوز كريم رجب، بشكرك شكرا جزيلا كريم. مشاهدينا، لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود الظاهر على الشاشه. شكرا على طيب المتابعه، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلتي لما جبريل وتحياتي انا يارا مجدي، الى اللقاء.